تعرفوا على القط الدبلوماسي الذي عين مؤخرا بالسفارة البريطانية في الأردن، إذ أعلنت السفارة أن المسؤول الأعلى للهرر في مكتب وزارة الخارجية في لندن الهر بالمرستون أصدر قرارا بتعيين الهر الأردني المسمى لورنس عبدون بمنصب كبير صائد الفئران في السفارة. وأنشئت حسابات للقط الدبلوماسي لورنس عبدون على السوشيال ميديا، وظهر لورنس في السفارة وهو يرتدي قلادة العلم البريطاني.